إنها الأوراد تورد وتورد وتورد. سيدي الحلبي، لماذا ما الفرق بين الأوراد والأحزاب والأفكار؟ المهم اليوم يوم الخميس نذكركم، الوالد سيد بتكر رفاعي صوفيا للوالد سيد وساشم سيد أحمد الرفاعية كان يقول يا ابن خالد من يوم عصرية الخميس إلى عصرية السبت اشتغلوا بالصلاة على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول يذكر اسم أمكم وأبوكم أنت خير البشر. اليوم الخميس الموافق 14 ذو القعدة 1445، الموافق 23/5/2024، وأذكار السادة الصوفية بالتكر الرفاعي الصوفية للسيد يوسف والسيد هاشم الرفاعية بالمنطقة الشامية الكويتية. يا رفيع سبحان الله العظيم وبحمده، وأبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، من لم يقرأ الإحياء فليس بحي، يعني حي القلب كان الوالد يقول أو الاثنين ما ندري. الحكيم العليم الحكيم العليم الحكيم العليم، هو حكيم وعليم. في ناس كان الوالد درس أبو يعقوب رفع بصير يقول يتمنون أماني، والله ودي بس يدقون علي تليفون وأنا جاهز، واللي يتمنى يبي ياخذ واحدة، واللي يتمنى كان الوالد الله يقول لعمي أبو يعقوب أبي لي في قريشات، واللي يتمنى يقول لعمي أبو يعقوب صير جسمي حديد، واللي كان يقول لعمي أبو يعقوب أنا الله سبحان الله ناس الدابة شبه الدواوين كانت. الملك لله الواحد القهار الحكيم العليم سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم. والله كان يقول هاي تستعمل للرزق، سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا رفيع يا رفيع يا رفيع، وكو ارفع من الله ما في جل في علاه. يا رفيع يا رفيع دي والله سيد ابو معاذ ابراهيم عوض العوضي من خيرة شباب الكويتيين. ايوه يقول رفيع الدرجات ذو العرش يلقر على من يشاء من عباده لينذر يوم التناد. مستعدين الواد كان ابو يعقوب رفاعي يقول مستعدين حق يوم التناد ولا بس يبا يبا مستعدين لرحمه الله. ايوه سيدي محمد بن سويد الحلبي الفقيه المهندس رحمه الله. لا اله الا الله لا اله رفيع يا رفيع يا رفيع الله سبحان الله. ما قلت لي سيدي الحلبي نختمها، شنو الفرق بين الاحزاب والاوراد والاذكار؟ الأوراد التي تريد تتكرر مع السسرون، الأحزاب جزء من الكل. حزب الفرج سيد أحمد رفاعي، حزب اللطيفية سيدي الشاذلي، حزب البحر سيدي ورد مشيشي، حزب وين؟ لا الشاذلي بعد ورد وحزب شنو بعد؟ وأذكار أذكار هذا كله يشمل الأذكار. وظيفة في الوظيفة الوظيفة الصغرى وظيفة كل عروسية سيدي حسن البنا هي وظائف يعني للتلاميذ لكي يتلونها صباحا ومساء. ودعاء الدعاء يشمل معها طب العداء، هذا دعاء البعلة والدعاء اللي يقول مخ العبادة لأهل السلوك لأهل السلوك والعراية العبادة اي والله حديث الحسن الدعاء ومخ العبادة حديث طيب صح. وفي بعضهم يقولون متن المتن بالفقر. في عندك متن وشرح وحاشية الله المتون لما العلماء الكبار بعد أن هضموا العلوم الأساسية فعملوا متن للمريد لكي للتلميذ لكي يحفظ المتن، ثم جاء جيل فاستعصى عليه المتن فشرح العلماء، ثم جاء من بعدهم من وجد ان الامر يحتاج الى حاشيه شرح الشرح. توني بقول لك الحاشيه. اي نعم شرح الشرح هو الحاشيه. هم الكتب اتذكر حتى مع الامام الشرعي بالسبعين كانوا الزعبيه والبسيون المشايخ يقولون يسوون بصابعهم كذي، يقول الكتاب اللي يصير كتابين يقول اذا مو تفسيره يقول يكون يعني مطابق او منافسه، يعني يكونون مثل ما يقولون يعني احنا تسلسل متن ايوه ثم شرح ثم حاشيه صح وما في حاشيه على الحاشيه صح صح اي
يا رب يا رب. وذلك تسهيل العلم، كلمات العلم. كان العلماء السابقين أقوياء في علوم الآلة، وعلوم الآلة هي المنطق والبلاغة وأصول الفقه. هذه علوم الآلة كانوا أقوياء جدا، فمن يحفظ علوم الآلة لا ما بيخبط، ما بصير في عمره يخبطها، يعني ما يتكلم كلام هنا ثم يناقضه في كلام ثاني في مكان آخر. مثلا الإمام أبو حامد الغزالي المتوفى 565 رحمه الله رضي الله عنه، فما في كل كتبه نسق واحد، كلات ما في أي تناقض بين الأول والآخر. وكذلك الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه المتوفى 150 هجرية، إمام الأئمة رضي الله عنه، قدس الله سره. وفي صلوات، صلاة النارية وصلاة القدسية. هذه للمحبين، المحبين الرسول عليه السلام كانوا يرون الرسول عليه السلام يطرحون بعض الصيام، وهذه الصيام غير ملزمة لكنها جائزة. يا رب يا رب. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل سيد العوض. قالوا الورد، سمي الورد لأن أخذ من قوله تعالى ولما ورد ماء مدين، كان ماء يرد إليه الناس لكي يستقوا. هذا حمزة. فالورد الحصة خياط الله، والحزب والحصة اليومية بمقدار اليوم تسبرينا. هذا الحزب تسبرينا برشاوة. شو التفسير؟ الذكر مثل الأسبرينا. هذا الورد يعني هذا اليوم يوم مخصص لهذا الفعل، مخصص. الورد قد يكون صلاة، قد يكون صلاة رحم، هذا ورد يعني عمل وظيفة، يعني مثل الجدول حظ الصبح عمل. الإمام محمد غزالي في أحياء الدين سوى وظيفة الصبح، وظيفة العصر، وظيفة العشاء، وظيفة جعل اليوم من أول ما تقوم إلى أن تنام كل يوم تقسمه إلى وظائف. محمد غزالي يعني ما فيها من آية فلما ورد ماء مدينة استمط الورد، صح، ما يرد إليه المستقون، صح. وحول الحزب الرسول عليه السلام يقول من نام عن حزبه من القرآن ثم قرأه قبل الظهر كتب له كأنه قد قرأه في الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على خلاف ما يعتقد البعض أنه لا يجوز تخصيص شيء لم يخصصه الرسول عليه السلام. يجوز لك أن تخصص حزبا وردا بعض الصفحات من القرآن تتلوها يوميا، وهذا من قول الرسول عليه السلام من نام عن حزبه لأنه نعسان أو كسلان أو تعبان أو كذا أو كذا فقرأه ما بين الفجر والظهر فكأنما قرأه في الليل، أو كما قال عيسى السلام. نراكم بخير إن شاء الله. أنا سيادي مدد. لا تفضل أنت. أيوة سيادي. الإمام ابن كثير رحمه الله في ترجمة أبي هريرة صحابي الجليل يقول عن يروي هذه الأثر عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الزهد أن أبو هريرة كلام أبو هريرة كان عنده حصى، له حصى مئة أكثر آلاف فيها آلاف الحصيات، كان يسبح بها قبل أن ينام كل ليلة أبو هريرة رضي الله عنه. عشان الناس اللي يكرون السبحه، وهذا جائز في عمل الشيخ السبحة. ابراهيم عوض العوضي ابو معاذ. وكذلك امنا حفصه كان عندها الحصى وكانت تعدو بالحصى تذكر الله تعالى العدد. الامام داوود في السنن يقول باب التسبيح بالحصى. ابو داوود شيخ السنن. ولك يا الفياض يقوم من نومك تلميذ امام احمد بن باب التسبيح بالحصى ما شاء الله. هو الواد كان درسه يقول سيد أبو بكر وعمر وعثمان علي سبح الحصى بيدهم. الإمام السيوطي رحمه الله له رسالة شاملة في جمع آثار السلف في جواز السبح. لأنه الحديث عقدوا بألمانكم، يعني عقد بالأصابع، فبقي التسبيح بالأصابع بس بالسبحة منطوبة من العدد. يعني بقي أنت لما تعمل هكذا يعني أصابعك تشتغل نفس العداد، نفس العدد، يعني الحفاظ على العدد في أدعية مثلا 3 مرات 10 مرات 100 مرة في 100 وصل إلى 1000
وهكذا. هو الوالد سيد ود ساشي والسيد احمد رفع وزين ابو شيخ الطريق رفع الصفي يقول يا ابني خالد في ناس جسمهم كله يسبح ويصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صح، هذا من كثره الحب والاستمرار، فان كل خليه من خلايا الجسد تنطق الله الله الله. الله والله الشيخ احمد الجدد اول احنا سايق باصه مع الامام الشرعي بالسبعين وحط ايدنا على قلبه يقول قلبي عم بيذكر، بس يقول هذا الذكر الخفي. حتى في النوم يذكر الله 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 الله، وهي العبادة الخاصة بذكر الله تعالى، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وهو كلمة الله الله الله. حتى جعل الرسول عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم في صحيح أنه من علامات الساعة لا لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، هكذا كرر الرسول عليه السلام الله الله، وهكذا وصلى الله على سيدنا محمد. أعطيكم زهرة وقنبلة. زهرة وقنبلة، زهرة أولى الجنيد، القنبلة الثانية في القرآن عن سيدنا داود عيسى. أما الزهرة ذكرها ابن كثير رحمه الله في ترجمة الجنيد رضي الله عنه، وعرفت أدرك عصر أتباع التابعين. يقول ابن كثير رحمه الله يحكي عن تلاميذه، يقول رأيناه يسبح بسبحة، كان عنده سبحة بيد يسبح بها، فقال بعض المريدين يا أنت وصلت إلى ما وصلت إليه من المقام العالي والذكر والعباد لازلت تستعمل السبحة؟ فقال طريق وصلت به إلى الله لا أحب أن أقطعه. الله الله. القنبلة الثانية تفضل سيدي عن سيد يقول تعالى أو القبلة، لا والله قنبلة، قبلة للمحبين وقنبلة للمعترضين. لا حتى المعترضين خليها قبلة. قبلة يلا قبلة أحسن، لأن الصوفية أهل الصفا. يقول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا داود عليه السلام يا جبال أوبي معه معه، قالت هل تفيس يسبحي معه، كان إذا دخل الوادي وصار يردد الأذكار اللي الله أوحى بها إليه كان يتغنى بها، يتغنى بصوته جميل وجيت مزمار زمر داود. نعم. يقول فيسمع الناس تسمعوا أصوات من الجبال تظهر مع داود معه، ذكر جماعي ذكر الجماعي. هذا قبلة. اي والله وقبلة صوفية. هو سبحان الله، بسألكم نسأل سيدي الشيخ الفقيه محمد المهندس محمد نور سويد الحلبي والشيخ ابراهيم عوض العوض ابو معاذ، شلون تعرفون ان الشخص او المراه التي امامكم؟ الوالد كان يسالني يقول يا خالد تعرف شلون تعرف اللي امامك سيد يوسف الرفاعي وزير ابو شرط الطريق رفع الصفيه ناوى قاعد يذكر الله ذكرا خفي، ويقول يا ابني خالد ما يستعمل لسانه شلون تعرفه؟ يلا اختبار للكل، شلون تعرفوا اللي قدامكم عم بيذكر الله خفي؟ حتى لو يقول والد لو يتكلم وياك يقول هو شغال ضايع خفي. اي شلون تعرفوا؟ تتحرك الخلايا تتحرك. انت شلون تعرف ان هذا الزلمه او هاي المراه تذكر؟ يطفح على وجهي مباشره. الله يطفح على وجهي. والخفي صعب؟ ها؟ خفي صعب سيدي؟ في طريقه ذكرها الامام الثوري رحمه الله. الله هذا قويه مال الثوري. قالوا يا امام الثوري عندنا رجل اذا صلى وراء الامام او سمع القران سقط مغشيه من الخشوع. الله. فقالوا له قل له يوقف يصلي فوق الطوفة. الله. خلي يصلي فوق الطوفة إذا طاح معناته في خاشع. الله أكبر. يعني ما مو داري حوله. أصلاً خاشع قلبه مع الله مع الله مع القرآن ما يدري ما حوله. ما تهز شوكة ما تهز امرأة ما تهز يعني نفخة ولا صوت. الإمام علي زين العابدين رحمه الله ذكر الذهبي في ترجمته. وكان ساجداً. فاحترق بيته. فجاء الناس ينقذوهم رحمه الله وأطفأوا النار. فلما انتهى من صلاته قالوا النار حولك ما شعرت، قال ذكرت نار جهنم فأنستني النار. هذا هذا اللي يذكر الله بقلبه وخاشع ما يشعر ما حوله. لو تعرض أمامه المرأة لا يفتن بها ولا يحس بها. يلا هي والطفة واحد. يا سيدي على فكره عفان كان واحد اسمه الدسوقي عند قبر والد يقول الطريقه السباعيه بمصر يقول يقعد على طوفه ويتخيل ان قدامه اسد بظهره اسد وماسك سبحه يقول من العشاء الى صلاه الصبح يقول صلاه الطريقه الخلوتيه هاي السباعيه البكريه ما شاء الله. سيدنا الامام الترديرية العز بن عبد السلام خلوتي لما باعوا للحاكم الحاكم
ضمر له هذه الحالة فحبسه وجوع أسدا أسبوعا، ثم عرض الإمام العز بن عبد السلام زي في وسط الملعب وجلس الحاكم وحاشيته وفتحوا الأسد على يأكل العز بن عبد السلام. فلما وصل العز بن عبد السلام كان ساجدا لله تعالى، فمتى الفتتين ثلاثة الأسد حوله، ثم جلس خاشعا الأسد. فقالوا للإمام العز بن عبد السلام لماذا كنت تفكر والأسد حولك؟ قال كنت أفكر هل لعاب الأسد نجس أم لا أم لا. قدس الله سبحانه، يعني تفكيره غير الناس. أحوال أهل الله عجيبة يا حبيبي، أحوال الله أهل الله، الله يجعلنا منهم. آمين وأنتم منهم، وشكرا جزاكم الله خير، نرحب فيك في هذا العدد بعد الله.